أنا اسمي ثاني عادل أحمد وطالبة في المنطقة الشرقية من مدارس الجامعة، مجالي هذه السنة في علم المواد. أنا مشروعي يتحدث عن تطوير الطلاءات البوليمرية بحيث أنها تمنع التصاق النباتات والحيوانات على الأجسام البحرية زي السفن والغواصات، بحيث أنها أولاً تكون صديقة للبيئة وثانياً تكون عالية الكفاءة بحيث أننا نقدر نستخدمها للسنوات وأوقات طويلة بدون انقطاع. أشعر بالفخر والسعادة أن لدي الفرصة أني أمثل المملكة العربية السعودية في محفل دولي زي آيسف في المرة الثالثة. حابة أوجه الشكر أكيد أولاً لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، عندنا أيضاً كل اللي دعموني في مسيرتي في إبداع وفي آيسف. حابة أوجه الشكر لكل منهم وأنا ممتنة جداً لكل منهم.